اعطيكم الف عافية شايفين قلب هالجاتو بس على شكل محاشي طبقات الورق العنب الكوسه اللحمه البتنجان وهيدا الكوسه بشرفكم اعطوني رايكم جايي تحفة فنية مثل قطعة القاتو، مثل قلب القاتو بالأحرى طبقات سهلة وبسيطة أجمل محاشي بشرايح الكستلاتة مع ورق العنب والبتنجان والكوسة وأنا تسعدني تعليقاتكم الحلوة وإذا عجبكم هالفيديو ما تنسوني من اللايك والاشتراك وبتمنى المحشي يعجبكم وهلأ خلينا ننتقل على طريقة تحضير صنية هالمحشي أو قالب كتبتو هالمحاشي الحلو يلي بيستاهلكم ريتكم كلكم حدة بقدر طعميكم منه هون أنا حطيت ورق العنب اللي مفرزته معكم بالقناة حطيت بقلب المي نقطة زيت عشان تسهل عملية لف ورق العنب بس بنحطها شي شوي هيك بنغمسها وبنشيلها لأنه هن طرايا مكبوسين ننتقل للمكونات عندي كيلو نص رز مصري شرايح الكستلاتة بدها تكون مسيفة أو ملبسة بقول للحام او الجزار قطع اياها رقات من شرايح الكستلاتة هون عندي كيلو نص رز مصري مع كيلو لحمة على الخشنة فيها شوية دهنة بسيطة جدا عندي هون الكوسة نقرته ومجهزته مع الباذنجان اثنين كيلو كوسة ونص كيلو باذنجان عندي تقريبا كيلو بندوره او طماطم مشرحه كبايه زيت نباتي ورق العنب مسلوق وجاهز تقريبا عندي كيلو ورق عنب يعني انا عامله كميه كبيره لانه عندي عزيمه عندي هون نص كيلو طماطم او بندوره مقطعه قطع صغيره واكيد عندنا الملح والفلفل الاسود أنا بحب أحط فلفل أسود أطحنه مباشرة بيعطي هيك نكهة وطعمة للمحاشي هلا أنا شخصيا مش من محبين البهارات كتير بالمحاشي أو باللحمة لأنه أنا بحس البهارات الكتير بتضيع طعمة المحشي وبتضيع طعمة اللحمة يعني نحن بدنا نستلز بطعمة اللحمة وناكل هيك نتلزز بالمحاشي هلا بنسمي بسم الله ونبلش نخلط حشوة المحشي بنزل بكباية زيت نباتي ليش زيت نباتي كباية عشان الحشوة ما تكمش على بعضها وتضلها مفرفدة والبندورة كمان بتعطيها نكهة كتير طيبة وبتخلي الحشوة مفرفدة هلا هون نزلنا بالفلفل الاسود اذا مش فرش عندك فيكي مطحون عادي من عند العطار يعني اضار ملعقة طعام بس بزيادة للحشوة يلي بدنا نعملها اكيد ننزل اول ملعقة ملح طعام تاني ملعقة وهلأ منبلش نخلط مظبوط مظبوط الحشوة لحتى الرز يتغلغل مع اللحمة والبندورة والزيت والملح والفلفل نخلطها مظبوط للحشوة صدقوني المحاشي كتير طيبة في ناس بتستصعبها إذا أنت حضرتيها قبل بيوم صدقيني ما بتلاقيها صعبة يعني مثلا قري الكسيات قبل بيوم انا الباذنجان بحب انقره مباشره عشان ما يسود قبل بيوم هلا منقول بسم الله الرحمن الرحيم ومنبلش بحشو اول كوسايه عطول طول ما بزركها بالحشو كتير بحط ثلاثة ارباع الكوسايه كل ستات بيوت وبتعرفوا بس في المتزوجين جداد سنه اولى طبخ اكيد منعلمون تلات ارباعة عشان حبه الرز بس بدها تستوي بدها تنفش بالكساية وهون عندي الكساية ما بتنخزق بس الرز يتفلفل ويكبر بقلب الغلي اذا نعمل تاني كساية معكم طول ما نحن بنحشي بنضل نخلط الحشوه علشان الزيت برقد بالكعب او على الجنب بنضل كل ما نحشي كم حبة نخلط بإيدنا الحشوة مثل ما شايفين هون هيدي أنا المحاشي عملتها يلي بتقعد خمس أو ست ساعات على نار واطي واطي جدا 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 مثل الرز يعني بس تغلي بوطي الغاز مثل الرز وبنساها خمس ست ساعات صدقوني كأنكم عم تاكلوا زبدة كمان أيضا البتنجان نحشي بهيدي الطريقه ثلاث ارباع الباذنجانه مثل ما شايفين سهل وبسيط وما بدها اي شيء وفيكم بالسهره تلفوا ورق العنب فيكم بالسهرة تحشوا الكوسيات او تنقرون هلا انا صفيت ورق العنب اذا ورقة عنب مقطعة ما بنرميها بنوصل فيها يعني بتجي عندي ورقة عنب مفتوحة على الجنب كذا منرقع فيها ورقه العنب بتصير عندي احسن ورقه عنب شايفين هون كيف انا عم لف ورق العنب بلفه عن الجناب وانا من النوع يلي ما بحب يبين الطرف بحبه ورق العنب وببرم عليها هيك بايدي مثل الرول ما بشدة كتير اذا شايفين هون انا عم رقع حبه ورق العنب يعني ما في شيء عنا بينرمي أبدا 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 كله بيلف وكله بينحشي ما بنشد نحن عم نلف ورقة العنب لأنه إذا شدينا ورقة العنب الرز بده يبقى قاسي بقلب الحشو بقلب الورقة وما حيدخلها المرقة لحتى يتفلفل الرز سهلة وبسيطة مهم نحن نكون منظمين حالنا هون عم أشيركن إنه ورقة العنب عندي مقطعة حطيت لها وصلة صغيرة ومش الحال وبتشوفوها صارت أحلى ورقة عنب ويلي عم بيشاهدني ووصل لهون أكيد ما ينساني من اللايك والاشتراك لأنه نحن عم نبذل مجهود رائع يعني هالفيديو اللي بتشوفوه 12 دقيقة 14 دقيقة اخد مجهود كبير معنا بالتحضيرات وبالتصوير وبالمونتاج بس لنقدم لكم كل شي مفيد او محتوى واكيد ما منقلد غيرنا كل واحد له طريقته كل واحد له نفسه بالطبخ هيدا انا طريقتي وهيدا انا نفسي بالطبخ وهون حطينا اول طبقه بندوره علشان المحشي ما يلزق بكعب الطنجره متل ما شايفين ننزل هلأ من بعد طبقة البندورة بنحط شرايح بطاطا فينا نقول ليش شرايح بندورة بتكفي إنه ليش بدنا نحط بطاطا لأنه هي حتطول على الغاز هون حطينا أول طبقة ورق عنب صفيناهم بشكل دائري بشكل مرتب هلأ حطينا طبقة الكوسة شايفين هالديكور العين بتاكل تشتهي قبل التم وحطينا بالنص الباذنجان لانه الباذنجان مش كتار نص كيلو هلا نزلنا بشرايح اللحمه والدهني هيدي صدقوني دهنه اللحمه ما كبيتها حطيتها عشان تعطي طعم كتير طيبه للمحاشي رشيت رشه ملح ورشه فلفل اسود رجعت حطيت طبقه بندوره ليش عشان تعطي جوسي لورق العنب ما يكون ناشف المحشي لانه مثل ما قلنا بدها تطول على الغاز فاذا بتعطي طعم كتير طيبه للمحاشي هون صفينا اخر شي رابع طبقه ورق عنب وباللي بقي الكوسه حطيناهم بالنص بهيدا الشكل علشان انا اذا خلصت بدي طب الطنجره تطلع بشكل دائري وتطلع هيك تقريبا مثل قلب الكيك شايفين عهن منظر تبارك الرحمن طبقات فوق طبقة طبقة فوق طبقة صدقوني سهل وبسيطة وما بدها أي مجهود يعني أنت وقاعدة تتسلي فيهم وعملوهم بالشكل يلي أنا عملته بتحصلوا على محشي بيجي فوق بعضه بس يخلص وما بيفرط عنا المحشي بقلب الطنجرة من بعد ما تستوي هلا انزلنا هون بالمرأة هلا انا مش بحاجه لمرقه الدجاج ولا مرقه لحمه لانه انا عندي شرايح لحمه والشرايح مدني حطيت ملعتين صلصه او رب البندوره مع تقريبا لتر مي ما بكتر مي هيدي الطريقه بالمحاشي ما بتحب المي في طريقه تانية بالمحاشي انا عملتها بالقناه تقعد بس على الغاز مع مرقه آه كتير هيدي بس شايفين عم حرك الطنجرة شمال ويمين بس لتبين معي المي خلص يعني ما بدي المي تبين فوق على الطبقة هون أنا حطيت تقلت الفخار بدنا نتقل المحشي مش موجودة عندك هاي ما بنتعطل صحن كبير وعليه طنجرة مي منتقلا فيه بس تغلي منشيل الطنجرة ومنخلي الصحن على يديك مش شكل المحشي ومنغطي الطنجرة شايفين قد انا موطي الغاز مثل كاني عم فلفل الرز وهون انا غطيت الطنجرة اكيد بنغطيها بالغطاء تبارك الرحمن شايفين كيف عم يتنبتوا شوي شوي على نار هاديه هيدي المحشي بنعملها قبل بيوم وبتكون جاهزه لتاني يوم عشان بنحطها وقت على الغاز هلا انا ليش عامله هيدي الكميه كبيره عشان انا كان عندي عزيمه بس حبيت شارككم المحشي بشرايح الكستلاتة على الطريقه اللبنانيه هلأ بغطي الطنجرة وبتركها تعيش مع بعضها اربع خمس ساعات على نار واطية بأمن ليش؟ لأنه ميتها منيحة والغاز واطي كتير فبقى ما في خوف على المحشي